السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على طلب الجنسيه الايطاليه لسنه 2024 وشروط الحصول عليها، سواء الجنسيه عن طريق الزواج او الجنسيه عن طريق الاقامه. غادي نعرفوا الوثائق المطلوبه في كلتا الحالتين، فخليكم معايا في هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والبرتاج للفيديو، وشكرا لكم جميعا. اول حاجة بالنسبة لإيطاليا، كنلقاو انه كاين اقبال كبير من المهاجرين المغاربة على طلب الجنسية الإيطالية، اما عن طريق الزواج او عن طريق الاقامة او ريزيدنسا، والاغلبية كيدفعوها عن طريق ريزيدنسا. بالنسبة للشروط، فالشروط ديال طلب الجنسيه لسنه 2024 كنهضر على الجنسيه بالاقامه او ريزيدنسا. اول شرط من الشروط واللي هو شرط مهم بزاف هو الريزيدنسا، فهو شرط ضروري، وضروري تكون عندك مده ديال 10 سنوات متتابعه، وفي حاله ما كانت عندك متقطعه فلا بد ما تعطي دليل لإثبات وجودك على التراب الإيطالي لمدة 10 سنوات. الإثبات كيكون عن طريق عقد عمل بوستا باغا، أو الإثبات ضروري يعني يكون في حالات أخرى كالمرض أو أي حالة من الحالات. أما الشرط الثاني فهو الريديتو، يعني خاصك الكود ديال 3 سنوات الأخيرة، والكود خاصو يكون واصل ل 8263 الا كان الشخص اللي غادي يدفع بوحدو. اما الا كان الشخص متزوج فخاص يكون عنده 11362، وهذا يعني زوجين بدون اولاد. اما الا كان عندك طفل واحد فكتزيد 516 اورو، يعني 11362 ديالك انت والزوجة ديالك، وكتزيد عليهم 516 اورو ديال الولد ديالكم، وكتبقى تزيد 516 اورو على كل طفل في العائلة ديالك. وفي حالة ما اذا كان عندك الريديتو ناقص، فمن الممكن تكمل لك الزوجة ديالك اذا كانت خدامة، او اي واحد من العائلة ديالك، بشرط ان يكون داخل معاك في النوكليو فاميلياري. اما الشرط الثالث فهو السجل العدلي، اللي من الضروري يكون عندك سجل عدلي نظيف سواء في بلدك الاصلي او في ايطاليا. وهاد شهادة السجل العدلي كتاخدها من المغرب من المحكمة وكترجمها وكدير لها الابوستيل، كذلك من الوثائق اللي خاصك تجيب من بلدك الاصلي شهاده من رسم الولاده الاصلي او عقد الازدياد، كدير لهم كذلك الترجمه والابوستيل. كتحتاج كذلك لامتحان اللغه الايطاليه بي اونو، وفي حاله ما كانت عندك البطاقه الدائمه وكنت عندك الامتحان ديال الادوي، فانت ما كتحتاج في هذه الحاله دير الامتحان ديال بي اونو. وضروري تخصك شهادة السكنة أو تشيرتيفيكاتو دي ريزيدينسا ستوريكو، كتخلص 250 اورو في البوستة، وكتحتاج كذلك التمبر ديال 16 اورو، كتحتاج كذلك الفوتوكوبي ديال الوثائق الشخصية ديالك بحال البيرميسو دي سوجورنو، الكارتا دي دينتيتا، الكوديشي فيسكالي، والباسبور ديالك. هادو هما الوثائق المطلوبة باش تدفع طلب الجنسية عن طريق الإقامة. وطلب الجنسية الإيطالية سواء عن طريق الزواج أو عن طريق الإقامة كيتم بالسبيد، يعني من ضروري يكون عندكم السبيد باش ديروا طلب الجنسية الإيطالية. أما بالنسبة لشروط طلب الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج من إيطالي او حامل للجنسية الايطالية، اول حاجة في حالة ما اذا كان عندكم اطفال فمن الممكن انك تدفعها من بعد سنة، وإلا ما كانش عندكم اطفال فمن الممكن تدفعها بعد سنتين من الزواج. بالنسبة للكود فهو ممطلوبش في هذه الحالة، ولكن الى دفعتيه ف
فما كاين حتى شي مشكل. الحاجه اللي ضروريه هي لا ريزيدنس، يعني مادام غادي تدفع الجنسيه عن طريق الزواج فلازم يكونوا الزوجين ساكنين مع بعضياتهم. الحاجه اللي ضروريه كذلك هي امتحان البي اونو. الا ما كانتش عندك الكارطه يعني ودافعها بالادوي فضروري خاص يكون عندك شهاده الامتحان ديال البي اونو. الشرط الاخر هو السجل العدلي، خاصك تجيبو من المغرب يكون مترجم وبالابوستيل. كذلك خاصك عقد الازدياد مترجم وبالابوستيل. المطلوب كذلك خاصك تكون عندك سيرتيفيكاتو دي ريزيدنسا او شهاده السكنه اللي كتبت بها انك ساكن مع الزوج او الزوجه. خاصك تمبر ديال 16 اورو وكتخلص 250 اورو في البوستا، وكدير فوتوكوبي الوثائق الشخصيه ديالك بحال كارتا دي ديديتا، كوديشي فيسكالي، بيرميسو دي سوجورنو والباسبور ديالك، وكذلك فوتوكوبي ديال كارتا دي ديديتا ديال الزوج او الزوجه الايطاليه، وكذلك الباسبور ديال الزوج او الزوجه الايطاليه فوتوكوبي ديالهم. تحتاجوا كذلك في هذا الطلب ديال الجنسيه عن طريق الزواج لفوتوكوبي ديال اتو دي ماتريمونيو اللي هو عقد الزواج. اما في حاله كان احد الازواج حامل للجنسيه الايطاليه وليس ايطالي الاصل، كتجيب ورقه اللي كتحدد تاريخ اداء القسم اللي كتاخدها من الكوموني اللي اديتي فيها القسم، وهي ضرورية مع الطلب. اي واحد باغي يدفع طلب الجنسية الايطالية وكانوا عنده الاولاد ديالو عايشين معاه في ايطاليا، فمن الممكن يدخلوا معاه في الطلب وهكذا يقدروا ياخدوها حتى هما مداموا معاه هنا في الريزيدنسا وداخلين معاه في النوكليو فاميلياري. واحد المساله بغيت نشير ليها بالنسبه للوليدات اللي تزادوا في ايطاليا ودرسوا فيها ووصلوا للسن ديال 18 سنه، ملي كيطلبوا الجنسيه الايطاليه فكياخذوها اوتوماتيك. الشرط انه ما خصوش يتاخر عن طلب الجنسيه الايطاليه، لانه ما خصوش يوصل للسن ديال 19 سنه، حيت لو وصل للسن ديال 19 سنه كيضيع الحق في الحصول على الجنسيه الايطاليه. وهنا وصلنا الى نهايه الفيديو، نشكركم على التتبع ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله ومع السلامه.